طبعا هو يعني هو موضوع القوائم ده الحقيقه من الموضوعات المربكه اللي موجوده، اللي اربكت المشرع الدستوري وتربك واربكت المعركه الانتخابيه، واظن انها ستربك مجلس النواب القادم. لانه طبعا هذه القوائم كما نحن نعرف النص الدستور اللي ورد بشانها ورد في المواد الانتقاليه دي لدوره ولفصل تشريع واحد، والفصل الذي بدأنا الآن في الانتخابات اللي جاية بعد 5 سنين لا هيبقى فيه قوائم ولا هيبقى فيه فئات لها تمييز إيجابي، اللي هي الفئات اللي نصص عليها المادة 144 و 143 و 144 ولا 243 و 244 243 و 244. فده نص كان بدأ يعني ضمن مساومة أو شكل من أشكال الاتفاقات اتعملت في لجنة الدستور بالنسبة لإلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين تحل يعني يحل محلها ايه؟ فبندي تمييز ايجابي للعمال والفلاحين لفصل تشريع واحد، والفصل اللي بدا اليوم واضيف اليهم المراه والاحتياجات الخاصه، المراه لها امتياز ثابت في ماده في ماده ثانيه في الدستور، والشباب والمسيحيين والى اخره وذوي الاحتياجات وذوي الاحتياجات الخاصه. المشكله الحقيقيه في الموضوع ده انه ما اعرفش انا المشرع اللي وضع القانون بقى القانون الذي ينفذ هذا النص الدستوري ايه اللي دخل الاحزاب في هذه القوائم يعني. نعم. هذه قوائم لفئات مميزه، ايه اللي حول القوائم دي الى قوائم كما لو كانت قوائم حزبيه بتخوض الانتخابات، قائمه نعم. الحزب النور وقائمه الحزب مش عارف ايه وقائمه باسم ايه الى اخره. يعني دعك مما حدث، انما بشكل عام احنا انتهينا الى الوضع اللي موجود حاليا. نعم. في قائمه فازت بالاغلبيه، ناهيك بقى عن انه القائمه اتعملت لاسباب، طبعا المشرع القانوني كان من يستطيع ان يحجز مقاعد لهذه الفئات المميزه بطريقه مختلفه عن انه يعمل لها قائمه. واحنا كان عندنا قبل كده في الدستور في تعديلات دستور 71 وقوانين الانتخابات اللي فيها في بعض الحاجات جينا في مرحله من المراحل في عهد الرئيس السادات كان في 30 مقعد قانون خاصه بها المراه، وجرى يعني توزيعها على الدوائر، في دوائر معينه في المدن يبقى المراه لها 4 مقعد في هذه الدايره والمراه لغايه ما تعمل ال 30 مقعد وهكذا. في اشكال اخرى للتمثيل غير انه يعملهم كلهم قائمه واحده، وبعدين فجاه لقى القائمه دي بقت قائمه حزبيه، وبعدين فجاه لقاها عايزه تاخد الاغلبيه في تشكل اغلبيه في البرلمان واغلبيه لا تقل عن الثلثين، يعني عايز ياخد كل الاغلبيات الموجوده في الدستور. احنا عارفين ان في الاغلبيه العاديه اللي موجوده النص زائد واحد، وفي حاجات معينه الدستور بينص ان الاغلبيه فيها تبقى التلتين، فده عايز يعمل اغلبيه التلتين، كل الاغلبيات الموجوده في الدستور تبقى ليها بما حق عزل رئيس المجلس والوكيلين وتشكيل غيرهم قبل ال5 سنين بتاعتهم مدفوت، حتى حاجات خاصة بمحاسبة رئيس الجمهورية إلى آخر. دي الإشكالية الحقيقة في الآخر. هذه القوائم فازت، القائمة فازت، في طبعا المشرع قال قائمة مطلقة تمام، يعني جيب 50% زائد واحد، احنا طول عمرنا بندافع عن القائمة النسبية، تجيب 50% زائد واحد والباقي يسقط، ممكن يجيب 49 كان جاب 49% جاب 42% ملوش ممثل ملوش اي حاجه يطلع من المولد بلعهم. جت هذه القائمه تصرفت بمنطق ان هي معاها تفويض من جهه ما محدش عارف هي مين. نعم. محدش ادى هذا التفويض، يبدو انها جهه الهيه. اه يعني هو قرروا كده، هم لزقوا نفسهم من البدايه في الرئيس، وفي اول مع اعلان انتخابي علقوه للرئيس، وبعدين حصل احتجت القوائم الاخرى فشلوه الى اخر. لكن على اي الاحوال هما دلوقتي بيطرحوا موضوع، هما عندهم 120 الاهالي، هما ما عندهمش 120 بتوع الاحزاب، خلاص هيرجعوا احزابهم، بتوع الاحزاب هيرجعوا احزابهم. بتوع الاحزاب في الدوره الاولى في المرحله الاولى كانوا 40 مقعد من ال 60، ال 20 مستقلين، ما اعرفش في الدوره في الجوله الثانيه اقل شويه، اقل كمان اقل شويه. يبقى معنى ذلك ان باختصار هذه القائمه لا حزب ولا هي اصلا في مشتركات بتجمع ما بينها، ولا هي اصلا قائمه يعني سياسيه او داخله تنافس على اساس سياسي، ده بتمثل فئات. الدستور نص على تمييزها تمييزا ايجابيا لفصل تشريعي واحد، قررت ان هي تبين انه في حزب ما تبعها اللي هو حزب مستقبل وطن،
نعم. هي ما تبقى من القائمه زائد ربما نواب هذا الحزب تبعها. دي جمله يعني واسعه شويه. اللي هي ايه؟ ان حزب مستقبل الوطن تبعها. لا هو اعلن اللواء سيف الازهر اعلن بان احنا هنساند احزاب وهنساند مرشحين مستقلين في الجوله الثانيه بحيث يكون نستطيع حتى يقوم بالاكثريه. اما بتشوفش ان ده حل من حالات التفتت اللي موجود في البرلمان هناك؟ تبقى لا انا علي ان انا اتعامل. انا بتكلم هنا ليه؟ عشان اقول ايه؟ هذا سعي حميد عشان بس ما نظلمش الراجل وما نظلمش القائد. سعي حميد انه ادراك انه لابد ان يكون هناك قلب محرك لهذا البرلمان عشان نواجه حاله التفتت التي تسبب فيها وجود شرازم حزبيه. اولا في طبعا كم كتله حزبيه موجوده، لكن في شرازم صغيره من الاحزاب، العدد الهائل من المستقلين، عشان البرلمان ما يحصلش فيه شكل من العشوائيه في الاداء. هذا الكلام هذا يتطلب تكوين تجمعات في داخل البرلمان، لكن مين اللي يتزعم هذا ويقوم بهذا؟ هي الحزب اللي حصل على الاكثريه. ما هو لو في حزب هيبقى عندنا المصريين الاحرار تقريبا. عندنا هو أكبر ممكن يبقى المصريين الاحرار وممكن يبقى مستقبل الوطن. مستقبل الوطن وعندنا الوفد ياتي بعيدا عن يعني شويه لكن عندنا ثلاث احزاب تستطيع فيما بينها ان تكون قلب هذا البرلمان بالاتفاق مع القوائم. نعم. بالاتفاق مع عدد من رموز المستقلين. حضرتك ميال الى القوى الحزبيه، التمثيل الحزبي الواضح المحدد. انا ممن يؤمنون بانه ما فيش تعددية حزبية، ما فيش ديمقراطية. النظام الديمقراطي أساسا قائم على فكرة الجماعات السياسية المنظمة موحدة الرؤية موحدة الإرادة. نعم. أي كلام غير كده مش هيبقى في عندنا ديمقراطية. المشكلة دائما احنا دائما مشكلتنا مع السلطة التنفيذية في كل العهود ايه؟ انها تريد ان تتعامل معنا كأفراد وليس كجماعات. كل واحد يتكلم على مشكلته، ما تتكلمش باسم حد، اتكلم باسم نفسك، ما تتفقش مع حد. كل كده ده نظام التسلطي مشي معانا بهذه الطريقه. لن نقيم ديمقراطيه حقيقيه الا اذا كان في جماعات منظمه موحده الرؤيه موحده الاراده تعبر عن اتجاهات ومصالح موجوده في الراي العام. ولذلك انا اتمنى، اولا انا تمنيت على جبهه في حب مصر انها اولا تعلن انهاء وجودها المستقل، لان ده اصبح غير ذي موضوع، انتهى الموضوع. وانها فبدات تتحرك في اتجاه هذا الائتلاف. ما اتمناه الان ان هي تتحرك على اساس انه الاكثريات الموجوده، الاكثريه او الاكثريات الموجوده اللي هتسفر عنها الانتخابات هي التي تتولى هذه التفاوضات وتشكيل الائتلاف المطلوب أن يكون موجود فيه. في النقطة المهمة بقى والخطيرة، لأن دي فكرة يعني إيه خلت إن بدأ بعض الناس تقول إيه ده هيبقى حزب وطن. فكرة إن الأغلبية المطلقة، بعمل أغلبية لا الأغلبية الثلثية، بعمل بعود تاني للثنائية اللي كان شغال بيها الحزب الوطني. الحزب الوطني اللي كان شغال بالتحكم في نتيجة الانتخابات، التحكم المسبق في نتيجة الانتخابات بحيث تسفر عن أغلبية كاسحة وأقلية كسيحة. وأغلبية كسيحة معروف مين اللي هياخدها؟ اللي هو الحزب الوطني. والأقلية الكسيحة معروف إن هي أحزاب المعارض. هذه الثنائية إذا عدنا إليها مرة أخرى فنحن يعني نملأ الأرض التطور الديمقراطي في مصر بالألغام. بس كده. والله أعلم. والله أعلم.